يبدو أنه تركيا. نعم يبدو تركيا. لعنه الرب. يجب أن ينال عقابه. أبناء الدولة البيزنطية، هذا التركي هنا هو المحارب الأوفى لعثمان بوران آل. عدونا الأول عثمان جاء إلى أرضنا وأخذ قريتنا، ثم أخذ منجمنا، ولم يكتفي بذلك حتى يحاول قتل شعبنا، وسيستمر بقتلكم. حسنا، عندما أخذ عثمان قريتنا، وعندما أخذ منجمنا، وعندما قتلكم، أين كان بوران آل؟ كان إلى جانبه. ماذا سيحدث الآن؟ كي يصبح عبرة للعالم، سيكون طعاماً للذئاب والحشرات، وبعد ذلك سيأتي دور عثمان. اقتلوه. اللعنة عليه. وضعته هنا لتفعلوا به كل ما تريدون. إنه لكم. نعذبه حتى يموت. يا رب العالمين، حتى إن مزقوني هنا ألف قطعة لن أطأطئ رأس لهم. هيا قدر، ارحلوا عنا. سيدنا لم يطأطئ رأسه للمشركين. اضربوا. هيا هيا اضربوا. لا تدعوا تعيش. أيها اللعين. أيها اللعين. ارحلوا عن أراضينا. لن أفعل. اضربوا. ارحلوا هنا. هيا استشهدتم اليوم. خذ هذا. أيها اللعين. عليه الصلاة والسلام. الله يا تماسيح، اللعنة عليك. يجب أن الله أكبر. يا إخواتنا الشهداء، إلى أين يذهبون؟ يذهبون إلى الجنة. السيدة غونجا وكل المحاربين سيذهبون إلى الجنة. محاربي الأبطال، ما الذي تفعلونه؟ نفكر بشهدائنا كومرال عبدال. صحيح، أنت تعلم. هل يذهب شهداؤنا إلى نفس المكان؟